تعليم بالكويت قضية تاريخية، قضية بناء الإنسان والوطن. فقد كان التعليم في الكويت أشبه بالطقوس الاجتماعية، تقام جلساتها أمام الملة أو المطوعة ضمن حدود الإمكانيات المتوفرة في تلك الحقبة من الزمان. فقد ظهرت في الكويت جماعة من أهل العلم ورجال الدين الذين تعلموا في الأمصار المجاورة كنجد والأحساء والبحرين والهند، وسعت هذه الفئة إلى تعليم الناس أصول الدين في المساجد. وبما أن المجتمع الكويتي مجتمع مسلم يستمد قيمه وعاداته من القيم الإسلامية، فقد انتشرت الكتاتيب الأهلية في الكويت أو ما يسمى بالمطوع والمطوع. وقد اشتهرت بعد ذلك الكتاتيب الأهلية، ومنها مدرسة الملا مرشد التي لعبت دورا بارزا في تعليم أبناء الكويت منذ عام 1926 في بيت خاص به، وابتدأ بتعليم القرآن الكريم ومبادئ الحساب والقراءة. وأسس أول مجلس للمعارف في الكويت في عام 1936، وعلى أثر ذلك أصبح التعليم تحت الإشراف الحكومي. وفي عام 1954 أعيد النظر في المناهج والخطط الدراسية، وأصبح التعليم يشمل 3 مراحل دراسية: الابتدائي والمتوسط والثانوي. وقد تعاقب على حمل أمانة مسؤولية التعليم الحديث في الكويت كل من الشيخ عبد الله الجابر الصباح، وقد كان أول رئيس لمجلس المعارف، وكان ذلك في 28 من يونيو عام 1936. وفي 28 من يناير عام 1963 أصبح الشيخ عبد الله الجابر الصباح أول وزير للتربية والتعليم بعد الاستقلال. وفي 4 من ديسمبر عام 1963 وحتى عام 1967 كان الأستاذ خالد المسعود الفهيد وزيرا للتربية والتعليم. وفي 12 من فبراير عام 1967 وحتى عام 1971 كان الأستاذ صالح عبد الملك الصالح وزيرا للتربية والتعليم. واعتبارا من 15 من نوفمبر عام 1971 وحتى عام 1981 كان الأستاذ جاسم خالد المرزوق وزيرا للتربية والتعليم. وفي عام 1981 وحتى عام 1985 كان الدكتور يعقوب يوسف الغنيم وزيرا للتربية. ومن عام 1985 وحتى عام 1986 كان الدكتور حسن علي الإبراهيم وزيرا للتربية. ومن عام 1986 وحتى عام 1990 كان الأستاذ أنور عبد الله النوري وزيرا للتربية والتعليم. وما بين عامي 1990 و 1991 كان الدكتور عبد الله يوسف الغنيم وزيرا للتربية. واعتبارا من 20 من أبريل عام 1991 وحتى 7 من أكتوبر 1992 كان الدكتور سليمان سعدون البدر وزيرا للتربية. وفي يوم 17 من أكتوبر عام 1992 صدر المرسوم الأميري رقم 198 لسنة 92 بتعيين الدكتور أحمد عبد الله الربعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. تحديات وصعاب في مرحلة هامة تمر بها دولة الكويت بعد إصرار الجميع على بناء كويت جديدة تواكب التطور العالمي والتقدم الحضاري، فنحن مع الأيام. فهل يستطيع الدكتور أحمد الربعي تقديم شيء جديد ومتطور لبناء هذه الأجيال القادمة؟ أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. مساء الخير عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا فيك مع برنامجك المحلي الوجه الآخر. عزيزي المشاهد، مثل ما تتبع في سياسة برنامجنا دائما ننقلك إلى قضية حساسة تهم المجتمع
وأيضا ننقلك إلى شخصية بارزة تهم المجتمع الكويتي، ونستنتج منها بعض الأمور اللي تفيد المجتمع الكويتي. برنامجك الوجه الآخر ينقلك اليوم إلى شخصية سياسية بارزة، هو الأستاذ أحمد عبد الله الربعي، وزير التربية ووزير التعليم العالي. أهلا وسهلا معالي الوزير. أهلا فيك خالد. دكتور الوجه الآخر وجميع مشاهدي تلفزيون الكويت يرحبون فيك في هذه الحلقة. تسلم. دكتور، في بداية برنامجنا ودنا نتعرف على شخصك الكريم، ودنا نتعرف على طفولتك ومراحل دراستك ووضعك الاجتماعي إلى أن وصلت وزير التربية ووزير التعليم العالي. والله أخي خالد يمكن ماكو شيء زيادة في هذا الموضوع، يعني نتكلم عن طفولة هي طفولة عادية مثل طفولة أي واحد بالفريج بالكويت، يعني ما فيها شيء زيادة. كل الأشياء الجميلة والأشياء غير الجميلة في حياتنا في طفولتنا مرينا فيها بكل بساطتها. تعلمنا كلنا في ظروف، لا شك أنها كانت ظروف إلى حد ما صعبة، لكن أتذكر طفولتنا كان فيه اهتمام في التعليم، كان فيه اهتمام من الناحية الأخلاقية أيضا، وكان فيه رقابة اجتماعية بالفريج على كل واحد فينا، وبالتالي أعتقد أنه لعب الفريج القديم دوره في الضبط الاجتماعي في مجتمعاتنا. وأذكر كان عندنا احترام للناس، وكان عندنا احترام لأساتذتنا، ونتمنى أن الجوانب الجميلة في حياتنا القديمة تستمر، لكن طبعا مو كيفنا. فهي طفولة عادية مثلها مثل طفولة أي واحد ثاني. ما كنت متفوق بالدراسة إلى ذيك الدرجة، كنت متوسط في الدراسة، متفوق شوية في العربي، في الشعر، في الدين، في بعض الأمور الأدبية، لكن كنت في الرياضيات يعني لك علي. ولكن مشت الأمور لما تجمع الرياضيات على العربي على هذا، كان تعليمنا متوسط. نعم. وحتى في مراحل العليا ما عدا في الجامعة شوي، وفي السنوات الأخيرة يعني صار واحد مهتم أكثر، ولهذا الحمد لله قدرت أطلع بتقدير يعني مرتفع في الجامعة، وهذا أهلني للذهاب لبعثة الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة طبعا كان في تحدي كبير، فأخذت الماجستير من جامعة كولورادو، ثم انتقلت إلى جامعة هارفارد في بوسطن، وأخذت مرة ثانية. ما قبلوا الماجستير طبعا، يعتبرون نفسهم كبار أكبر من غيرهم، فاضطريت أني أسوي ماجستير مرة ثانية وأسوي دكتوراه. وهكذا الرحلة كانت رحلة شاقة طبعا، صعبة، لكنها أعتقد أنها عادية. دكتور، في أي تخصص أخذت الماجستير والدكتوراه؟ والله أنا أصلا شغلي كله في الثقافة الإسلامية، وكتبت رسالة الدكتوراه في تصنيف العلوم عند الفلاسفة المسلمين. أخذت أربع فلاسفة، الكندي والفارابي والغزالي وابن خلدون. وأعتقد استفدت كثيرا من هذه المرحلة، استفدت من القراءة ومن المكتبة ومن طبيعة الأساتذة الموجودين، واللي أدين لهم بكل تقدير واحترام. وما كان أكو شيء يعني غير عادي في ذلك، إنما كان في شوية تحدي بالنسبة للدراسة، لهذا كانت أيام صعبة أكثر منها أيام سهلة، أو أيام ما كان فيها شيء من إلى حد كبير ما كان فيها شيء من الراحة أو من الفرح، إنما كانت كلها جدية تقريبا. دكتور، أنت من أي مواليد؟ والله إذا تبي الصحيح 1949. والحالة الاجتماعية دكتور؟ أنا متزوج وعندي أربع أطفال، ثلاث أولاد وبنت. نعرف أساميهم دكتور؟ قتيبة وطارق وخالد ومنيرة. أسأل الله يخليهم لك يا دكتور. الله يسلمك. دكتور، ودنا نتعرف على التدرج الوظيفي إلى أن وصلت وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. أيضا أعتقد أن كانت الأمور طبيعية جدا. أنا اشتغلت فقط في جامعة الكويت كمدرس في الجامعة. طبعا لما كنت طالب في الجامعة كنت أيضا موظف في نفس الوقت، كنت أشتغل في الصحافة طيلة وجودي في جامعة الكويت، وبعدين رجعت. والغريبة أن المدرسة اللي درست فيها الثانوية هي ثانوية شويخ، وسكنت فيها داخلي ثانوية شويخ، ثم رجعت لها بآخر سنة بعد ما خلصنا الثانوية ورحنا الجامعة، رجعوا يابا والجامعة ثانوية شويخ، فدرست مرة ثانية أربع سنين في جامعة الكويت. نعم. تخرجت من أمريكا ورديت أدرس في ثانوية شويخ مرة ثالثة. نعم. وسكنت فترة أيضا في ثانوية شويخ، فتقريبا قضيت معظم عمري في الثانوية كطالب، ثم كطالب جامعي، ثم كأستاذ في الجامعة. وبعدها كنت طبعا في قسم الفلسفة، ثم انتخابات 85 أصبحت عضو في مجلس الأمة، وانتخابات الأخيرة أصبحت عضو في مجلس الأمة ووزير للتربية والتعليم العالي. إذن دكتور أحمد ربعي اسمك متعلق مع ثانوية الشويخ. إلى حد كبير. نعم. وزين الواحد يصير مرتبط بمدرسة، ومدرسة جيدة كانت. نعم.
دكتور خلينا ننتقل إلى الدكتور أحمد عبد الربعي وزير التربية ووزير التعليم العالي. دكتور، في أول تصريحاتك الصحفية بعد توليك الحقيبة الوزارية وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، صرحت بأن التربية هرم مغلوب وأن التربية فخ وقعت فيه. دكتور، هل يعني هذا أنك أنت كنت تطمح لتولي وزارة أخرى؟ والله شوف، احنا في الكويت عندنا مشكلة، عندنا مشكلة اسمها الخبر الصحفي، وعندنا مشكلة اسمها المانشيت الصحفي. فأنت مو ضروري الكلام اللي مكتوب في المقالة هو اللي موجود في المانشيت. أنا استغربت أحد الصحف كتبت هذا الكلام تفضلت فيه، بس لما تقرأ المقالة ما فيها هالكلام. يعني أنا قلت إن هرم مقلوب التعليم، وما زلت عندي وجهة نظر طويلة في هذا الموضوع. بس إن وزارة التربية فخ وقعت فيه، مو هذا الكلام اللي قلت. أنا قلت إن وزارة التربية بطريقة تأسيسها وبهذا الحجم والكم الهائل من موظفينها، واللي اعتقادي إنها أخذت معظم الميزانية على حساب المدرسة وعلى حساب التعليم، هي فخ وقع فيه المجتمع الكويتي من 30 سنة. ولم أقل إن أنا وقعت في فخ اسمه وزارة التربية، بل على العكس، يجب أن يعرف الجميع أني أنا وزارة التربية بالنسبة لي العمل فيها مع كل صعوبته ومع كل المشاكل اللي فيه، لكنه متعة، وأنا ماشي على نظرية أن طريق الراحة التعب. نعم. يجب أن يعرف بعض الناس أن إذا ما أتعب ما أرتاح، واليوم اللي ما عندي شغل فيه هو اليوم اللي أتعب فيه. ولذلك أحب أطمن الكثيرين بأني إن شاء الله بقدر إمكانياتي المتواضعة لن أتعب، لأن أمامي مهمة أعتقد أنها مهمة جليلة جدا ومهمة جدا، وهي أكبر مني وأكبر من أي يعني فرد آخر. هي قضية إصلاح التعليم، هي مهمة سامية في هذا المجتمع، هي في رأيي إنقاذ لهذا المجتمع إذا نجحنا فيها، وهي حل لكثير من مشاكل مجتمعنا. ولذلك هي نوع من التحدي، البعض يعتبرها عملية فدائية. أنا أقول هذا المنصب وهذا العمل هو عمل نتمنى أني فقط أضع فيه التعليم في مسار الصحيح حتى يأتي اللي بعدنا ويكملون المشوار، لأني أنا آسف أن التعليم عندنا مثل أي موضوع آخر ارتبط باسم شخص. نتكلم عن عصر فلان وعصر فلان. نعم. وقد حان الوقت أن نحول التعليم إلى مؤسسة وليس إلى شخص، فليذهب أحمد الربعي ويجي غيره ويجي اللي بعده. لكن نريد كل ما يأتي شخص على سلم وزارة أن يستلم تراث منظم ونظام واضح ويكمل هذا الطريق، ولا أن يبدأ من الصفر. وأرجو أن تنتهي حكاية البداية من الصفر في عملنا. دكتور، احنا مدام الآن في مجال وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، يتساءل كثيرين دكتور أن بعد أدائك للقسم اليميني أمام سمو الأمير، توجهت مباشرة مع الصحافة المحلية إلى منطقة الجهراء التعليمية، وزرت أحد المدارس هناك الحكومية والخاصة. دكتور، ممكن تعطينا تفسير لهذا العمل؟ والله أخوي خالد، هي رسالة وما زلت أحاول أني أنقلها. الرسالة تقول باختصار شديد أن المكان المهم والمنسي هو المدرسة. لهذا كان مكتبي في وزارة التربية، جيت بعدين، رحت المدرسة أول. هي صورة رمزية فقط، هي محاولة التعبير والصراخ داخل هذا المجتمع بأن التعليم هو المدرسة. وما زلت أقول يجب أن تكون كل ميزانياتنا وكل جهودنا وكل أعمالنا تصب للمدرسة وللمنهج وللمعلم وللطالب، ولا تصب في الإدارة، وأن تكون الإدارة فقط إدارة صغيرة وإدارة حديثة، وتعي المستجدات وتعي القرن القادم، وتستطيع أنها تقوم بتعليم متقدم، ولا أن نقع مرة أخرى في فخ الإدارة فنترك هذه الإدارة تأكل كل ميزانياتنا. هي كانت صورة رمزية بأن حاول أن نقول للناس بأن مكان تطورنا أو مكان تخلفنا هو المدرسة. ولذلك رحت للمدرسة أولا، وما زلت حتى الآن أحمد الله أني لا يمر يعني يومين أو ثلاثة إلا وأكون في مدرسة، وأجد في ذلك متعة من جهة، وأجد في ذلك يعني تحفيز للآخرين وتحفيز للمعلمين وتحفيز للطلبة ولإدارات المدارس، ودعوة لأن نتعاون جميعا في أن نخلق مدرسة نظيفة. أنا أطمح اليوم اللي نحول فيه المدرسة في الكويت إلى مدرسة. نعم. ربما يستغرب بعض الناس من هذا الكلام، بس أنا أرجو أن نصل اليوم من الأيام أن نحول المدرسة إلى مدرسة، بمعنى أن نحول المدرسة إلى مزهرية جميلة، أن الطفل لما يدخلها يحس أنه دخل مكان متميز، مو مكان يخر، ولا مكان في أستاذ مو عارف يتفاهم وياه، ولا مكان في منهج ضخم مزعج، ولا مكان ما يقدر يشيل فيه الطفل الجنطة من كثر الكتب، ولا مكان فقط الطفل يتعلم فيه معلومات وجغرافيا وتاريخ وإنجليزي وفيزياء، وإنما يتعلم فيه شلون يكون إنسان، شلون يكون إنسان أخلاقي، شلون يعترف بالآخرين وبحق الآخرين في أن يكون لهم رأيهم، أن يشعر بأن المجتمع مو ملكه هو لوحده، وأن شوية نحاول نخفف
من الفردية لحساب بقية أفراد المجتمع، وأن نخلق تقاليد ومثل تستمد من تقاليدنا، من مثلنا، من ديننا، من أخلاقنا، من تقاليدنا المحلية أيضا، في أن نوجد إنسان. وأن نوجد إنسان هذه عملية صعبة جدا، ولكنها عملية ممكنة، أن نكرس الجانب الإنساني في حياتنا، وأن نقلل من الجانب السلبي في حياتنا. نريد المدارس أن تتحول لأماكن للثقافة، وإلى أماكن للتربية، إلى جانب منها أماكن للتعليم. وأنا متأكد أن هذا راح يصير، قد ما يصير في وقتي كل هذه الطموحات، لكن أنا متأكد إذا مشينا في الطريق الصحيح سيأتي اليوم اللي نستطيع أن نصل لهذا الهدف. شيء جميل دكتور. نعتقد دكتور أنه أسلوب فلسفي نابع من دراستك. والله إذا تتكلم عن الأسلوب الفلسفي، يمكن في جانب، هو جانب محاولة وضع نقطة سليمة بين طموحاتنا كبشر. وبالمناسبة ترى الناس كلهم فلاسفة، بس يختلف واحد عن واحد، كل واحد لفلسفته في هذه الحياة. الفلسفة مو مثل ما يصور بعض الناس أنها مهمة القلة، وإنما الفلسفة هي وجهة نظر في هذا العالم، في هذا الكون. وكل واحد فينا مهما كان موقعه، سواء كان راعي غنم في الصحراء، أو كان على ظهر سفينة في الغوص أو في السفر، أو كان فلاح، أو كان يعني هو فيلسوف بشكله بآخر، بمعنى إنسان عنده رؤية معينة للحياة. أنا أعتقد الفلسفة بهذا الجانب هي محاولة لأن نضع النقطة المناسبة بين طموحاتنا وأحلامنا، وهي أحلام كبيرة وجميلة، وبين واقعنا اللي قد لا يكون جميل بالطريقة اللي نريدها. هي محاولة تفتيش عن نقطة وسط بين الحلم الجميل بمستقبل أفضل لأطفالنا ولأنفسنا، لعالم بدون حرب، لعالم بدون دمار، لعالم بدون كراهية، لعالم يؤمن بالتعددية بين الناس، لعالم يؤمن بحرية الرأي وحرية التعبير، لعالم ديمقراطي، لعالم إنساني، وبين واقعنا الحالي من تجزئة ومن قتل ومن دمار. أحب أقول لك أخوي خالد أن في السنة المنصرمة هذه اللي انتهت، صرف العالم العربي 55,000,000,000 دولار على السلاح، 55,000,000,000 دولار على السلاح، من أجل أن نتقاتل ومن أجل أن ندمر أموالنا، وأصبح لدينا قدرة غريبة على تدمير ذواتنا. تصور لو عشر هذا المبلغ ذهب للتعليم، تعليم متقدم، لكانت الحياة مختلفة. لو ذهب لمستشفيات، لو ذهب لزراعة، لصناعة. فإحنا بحاجة للفلسفة، بمعنى أنه نطرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بحياتنا ومستقبلنا، ولكن أن لا نقع في واحدة من مشكلتين: التحليق في الفلسفة والتحليق في الآمال والطموحات إلى درجة أن لا نكون واقعيين، ولا أن نتمسك بالواقع إلى درجة أن نكون أشخاص بلا حلم. الإنسان بلا حلم هو إنسان فاشل. الحضارة بدأت بحلم، وكل مخترع في العالم الآن كان شيء من الحلم، وهذا موجود في التراث والأسطورة كما هو موجود في العلم، ودائما في شيء من الصراع عند الإنسان، سواء كان فرد أو كان كمجتمع أو كان كمؤسسة، بين طموحاته الكبيرة وهي ضخمة دائما كإنسان، وبين واقعه، وهو في معظم الأحيان واقع الإنسان ما يرضى عنه ويريد تطويره. أنا أحاول أن أستفيد من الفلسفة في أن أضع النقطة المناسبة بين حلم وطموح بعالم جميل وعالم نظيف، وبين واقع يعطينا مؤشرات أخرى غير هذه المؤشرات. Thank you.
دكتور، احنا ما دام تحدثنا عن رحلتك الاولى لمنطقه الجرائد التعليميه، يقال دكتور ان من باب التقدير للصحافه المحليه اصطحبت معك في هذه الجوله الاولى في حياتك الوزاريه الصحافه. والله شوف، يعني مجتمعنا مع الاسف احيانا يحب الاثاره ويحب ان ياخذ قضايا صغيره ويعمل منها قضايا كبيره. ذهبت لمنطقه الجرائد التعليميه ولم يكن في خلدي اصلا اني اخذ معي صحافه، وحتى اكون يعني اعطيك الاشياء بمسمياتها، اتصل فينا الاخ جاسم طوى رئيس تحرير الوطن، وكلمني الاخ محمد الصقر رئيس تحرير القبس، والاثنين قالوا لي ان بكره عندنا شيء اسمه مشوار في اول يوم في حياه وزير، عندك مانع احد وياك؟ ولما يو معي ما كان يدرون اني بروح الجهره ولا بروح مكتبي يعني، فصادف ان راحوا معي وصوروا. فبعض الناس يعني اخذ ايش دعوه رايح ومعه صحافه، اي رايح معه صحافه. اولا انا ازور يعني المدارس كل يوم الحمد لله، وافتخر بذلك وافرح بذلك، ومو ضروري ازورها عشان الصحافه. ثم لازم يكون واضح يعني لست ممن يبحث عن يعني كاميرا او يبحث عن فلاش يعني، ولا اعتقد ان قيمه الانسان في كميه ما يعني في كميه الفترين اللي هو يعرض نفسه فيها، وانما في قيمته الحقيقيه. لذلك يعني احنا في مجتمع الى حد ما احيانا يحب الاشياء الصغيره على حساب الاشياء الكبيره، فما تكون المساله انه هذه رساله بمعنى الحضاري، بمعنى ان نريد ان نثير المجتمع كله لصالح التعليم، لا، ان فرد، احنا دائما مجتمع الفرد، دائما نحول قضايا. وبعطيك بس مثال بسيط ما دام احنا في دردشه حول الوجه الاخر. نعم، تلاحظ لما قاعد نتكلم في موضوع جاد، وجربها في اي ديوانيه، تكلم في موضوع جاد واستمر في المناقشه، ثلاث اربع اشخاص يتكلمون، ثم اذكر اسم شخص مهما كان هذا الشخص وما كان موقعه، راح اشوف راسا تحول النقاش في هالديوانيه وفي هالمكان من القضيه للشخص، اما مدحا او ذما. فمشكلتنا ان دائما نركز على الشخص وننسى القضيه الرئيسيه. واعتقد كانت زياره الجاره طبيعيه جدا ان تاتي الصحافه، امر طبيعي جدا. الصحافه اليوم اخطر واهم، وما زالت اخطر واهم موقع من مواقع هذا المجتمع. الصحافه في الكويت مو سلطه رابعه، الصحافه في الكويت كانت دائما وابدا من السلطات الاولى، ما ادري وين احطها، لكنها دائما يعني هي المؤثره وما زالت هي المؤثره. نرجو ان تتخلص من جانب يتعلق بالاثاره فيها، وان تكون المعلومه هي الاساس فيها، لكن صحافتنا بتظل هي الاساس، وعن طريق الصحافه نستطيع ان يعني نؤثر في هذا المجتمع سلبا او ايجابا. دكتور، ما دام تحدثنا عن الصحافه، خلينا ننتقل شوي من الحقيبه الوزاريه الى عالم الصحافه. دكتور، ما اشتقت للصحافه واشتقت لمقالك او زاويتك اللي بالمغلوب؟ والله شوف، انا مشكله علاقتي بالصحافه مو جديده ولا هي بزاويه، علاقتي بالصحافه من لما كنت اولى جامعه، لهذا الصحافه بالنسبه لي هي مطبعه وريحه المطبعه واوراق ويعني وسهر وافكار، واحيانا توقف السياره شي بالشارع وتكتب لك فكره، واحيانا تقعد المطبعه بتسكر وانت ما عندك فكره تكتبها. عالم يعني الصحافه خاصه الكتابه اليوميه عالم مليء بال يعني الحاله النفسيه المتميزه. اكيد اشتقت للصحافه واشتقت للكتابه، واعتقد اني انا فقدت شيئين في المنصب الوزاري، فقدت زاويتي، فقدت شيء اجمل واهم، طلابي. متعتي كانت هي ان اكون بالصف. نعم. طلابي كلهم يعرفون هذا الشيء، متعتي لما اسكر الباب احس ان انا في عالمي الحقيقي انا وطلابي. هذه المتعه يعني فقدتها، وودي اشم ريحه الطباشير مره ثانيه، واشوف الطلاب في الصف مره ثانيه، واحس ان طلابي جزء مني. يعني الحمد لله ان هوايتي هي عملي في نفس الوقت، ففقدتها. عشان كذي احيانا لما اشوف نفسي بالوزاره مبكر اروح راسا الجامعه، مربط طريق على الجامعه، واحاول ايضا اني اصطاد وقت عشان اعطي محاضره او شيء للطلاب، لان هذه متعه كبيره بالنسبه للانسان. دكتور، ما دام احنا في عالم الصحافه، قبل 3 سنوات دكتور كتبت في زاويتك بالمغلوب مقال بعنوان سياسه الابواب المغلقه، تدعو في الوزراء لعدم فتح ابوابهم في كل وقت لبعض او لبعض الامور السطحيه المتواضعه. دكتور، هل انت الان وزير تمارس هذه السياسه؟ والله اللي اذكره بالمقال اني كنت اقول ان نظريه ان احنا ابوابنا مفتوحه والمسؤولين في ابوابهم مفتوحه، اعتقد نظريه خاطئه. يجب ان نفرق بين الدوله بكل ما تعني الدوله من معنى، بكل ما تعني من قانون، من تكافؤ فرص، وبين النظام الاجتماعي القديم، الربع، الاهل، القبيله، الفريج.
هذا شيء وهذا شيء. وإحنا مشكلتنا في الكويت إحنا قاعدين نمازج ونداخل بين المسألتين. بعضنا ينسى أنه هو في دولة وأن الدولة لها قوانين ولها أنظمة. لذلك شخصد أنا بالباب المفتوح أو الباب المغلق. أنا ما أقول لك أن إحنا يجب أن نسير على قاعدة الباب المغلق. أعتقد أبوابنا كمسؤولين يجب أن تكون مفتوحة، لكن لمن؟ مفتوحة لمظلوم لم يستطع أن يصل إلى شيء، لكن مو مفتوحة لكل واحد يبي حقه وحق غيره، مو مفتوحة لبعضنا بالكويت اللي كله يشتكي من وضعه حتى لو ما عنده مشكلة لأنه يعتقدنا من حقه يترقى وهو يمكن ما من حقه يترقى، أو عنده موقف من شخص ويعتقد أنه أكو مؤامرة عليه. مشكلة المؤامرة هاي موجودة في مؤسساتنا، من شخص يتصرف شيء قال لي هذا يقصدني أنا بالذات. يعني لو أحكي لك قصص مدام إحنا في الـ يعني الوجه الآخر، يعني ما إحنا في جلسة جدية. تفضل. يعني لما تقول لي سياسة الباب المفتوح، أول ما دخلت مكتبي في الوزارة بصراحة اكتشفت إني دخلت ديوانية مو مكتب. مئات الأشخاص، مو اللي جاي يسلم يقول أول أيام الوزارة أوكي معروفة، لكن الواحد بيدورق. أذكر يومها يعني واحد جاي يقول لي دكتور الله يخليك أنا سواق في الوزارة بصير مراقب عمال، ويعني الثاني كان يقول لي أنا بنتي في المدرسة الفلانية بنقلها المدرسة اللي يمها، ويتني مدرسة تدرس في اليرموك وما تبي تسوق لي قرطبة، الفرق إشارة واحدة. يعني رب أسرة مع بنته كان يقول لي أبيك بموضوع مهم، وكان عندي اجتماع أذكره. فقلت ريال كبير ومع بنته طالبة بالثانوية أكيد أكو شيء. فرحنا المختصر قعدنا، ها عمي عسى ما شاء عسى، يقول خلها هي تحاجيك. قلت أنا كده كوسالفة عودة خلها هي تحاجيك وياي هالوقت وهذا ما أدري. كانت أقول لها تفضل يا نعم، كانت تشيل وياها بحث بيدها. ذمتك دكتور البحث هذا مو امتياز؟ طالع مدرسة ما أعطتني مقبول. يعني واحدة جاية من ثانوية طالبة عند الوزير تبي أو تتوقع منه أن يعني يروح يتصل في مدرستها أو في ناظرتها أو مدرستها يقول لا أعطوا هذه امتياز، يعني ماشيين على طريقة أعطوه 50,000 درهم اجلدوه 100 جلدة. يعني هاي النظرية الحقيقة يجب أن ننتهي منها. أكو واحد عنده حق نعم غصبا على الوزير وغصبا على المسؤول، وشغل المسؤول وزير أنه يخدمه ويساعده، بس ما أقدر أدخل في واسطات في مسائل شخصية في كسر قانون. وكل واحد أعتقد أن مشكلته عند الوزير. تدري إيش معناها هذه؟ معناها أما أن كل جهازك فاشل، لأن بالتأكيد 3/4 هذه المسائل ممكن تنحل بالتدرج من مدير من ناظر مدرسة مثلاً، نعم، إلى وانت رايح المنطقة التعليمية أو إلى وكيل مساعدة أو إلى وكيل أو بالتسلسل هذا لازم تنحل بمكان معين. فإذا ما انحلت بهالمكان يا أنت عندك خلل في إدارتك كلها يا هذا المواطن ما لحق. وأنا عندي حالات لواحد مقدم نفس القضية لأربع وزراء سابقين وهو ما عنده حق ولا يمكن يأخذ حق. تقول حق واحد يا فلان والله هذا القانون ما يسمح وما أقدر أنا أعفيك من شيء قانوني، يقول لك دكتور أفا فيك بركة. فشوف الخلط بين فيك بركة وكأنه جايك في قضية شخصية. يعني لو واحد يجيك في قضية شخصية يقول لك سمحت دكتور ساعدني بشيء فلاني وأنت ما تساعده يمكن لحق يروح يقول والله ما في خير ريال رحت له في الموضوع، بس جايك في قضية واضح قانونا أنها ما تصير. هذه تصير مع أشخاص مسؤولين في الدولة والحقيقة يتفهمون، أقول له والله أنا آسف الموضوع ما أقدر أمشي لأنه موضوع مو قانوني. الكويتيين ترى أيضا يستوعبون هذا الشيء. الكويتيين إذا حس بأن القانون منطبق على الجميع ترى ما يزعل. نعم. بس الكويتي ما يبي يحس أن أنت تقول له لا بعدين من وراء طوف حق واحد ثاني، ولا أنت تقول له لا ومسؤول آخر بالوزارة يمشي له. هني المواطن إيك وهني لا تلوم أنه إيك، لكن لما تمشي على قاعدة وعلى قانون، ويجب أن نمشي على قانون. يعني أنت بس تخيل وزير التربية عنده 300,000 طالب وعنده 23,000 مدرس وعنده حوالي 18,000 طالب بالتعليم التطبيقي وعنده يمكن نفس العدد في الجامعة وعنده أماكن عديدة ويتعامل مع نص المجتمع الكويتي. إذا كل واحد رب أسرة أو طالب أو مدرس أو عنده إنذار في الجامعة أو يبيك، تصور اليوم لازم يكون كم ساعة عشان تقابل كل هالناس وتشرح على قضايا فردية. لكن في نفس الوقت يدز لي واحد رسالة أفتحها يقول لي أنا مدرس فلان ومدرسة الفلانية أو المواطن الفلاني أقترح عليك الأشياء التالية، إيش كثر أفرح وأكون سعيد، أقترح عليك لإصلاح القضية الفلانية كذا وأقترح عليك كذي وهذا رقم تليفوني. تحس إن هذا جايك في قضية تستاهل. يعني أو واحد يجي يقول لك أنا انظلمت ويعطيك أدلة حقيقية أنه انظلم، بس الناس تعودت إنه بيجيب لك ورقة يقول لك اكتب لي لا مانع عليها. أنا ما أكتب لا مانع على أحد، مو شغلي أكتب لا مانع، منو أنا حتى أكتب لا مانع، منو أنا حتى أقول استثناء.
أنا في موقع سياسي، عفوا أنا في موقع سياسي في موقع وزارة، ما أقدر أتخطى ناظر مدرسة، ولا من حقي أتخطى ناظر مدرسة ولا أتخطى موظف أو مدير إدارة وأقول سوي للمواطن فلاني كذي، ما أقدر، ولا لأي زميل آخر يعني. والحمد لله إخواننا في مجلس الأمة الأعضاء المحترمين فاهمين هذه المسألة، إخواننا في المجلس الوزراء فاهمين هذه المسألة، أيضا إخوان المواطنين بدأوا يتفهمون هذا الموقف، ويجب أن الناس يعني تتعامل مع بعض بالقانون. وأنا مو أنا حالة شاذة، لا ترى إخواننا أيضا الآخرين في عدد من إخواننا وزراء أيضا مسوين نفس الشيء، في أيضا موظفين محترمين في هاي البلد أيضا مشي القانون. وشيء المؤسف أن يجون يشتكون على موظف وموظفة، عدد كبير يشتكون عليه، لما تروح تشيك تشوف سالفته تلقى أنه هو مشكلته أو عيبه أنه بيمشي القانون على الناس، وأكو ناس عودة ما تبي القانون. نعم. القانون يعور ترى أيضا مو سهل. نعم. أنك تمشي القانون عليك ولازم تمشي على أسس وعلى لوائح، بس لا يمكن نقيم دولة حديثة بدون لوائح وأسس. لهذا يعني أنا مدام إحنا أيضا في دردشة أتمنى أن الناس تعرف أن الوزير مو شغلة يرقي واحد، ولا شغلة ينقل واحد من مكان لمكان، ولا يعني مو شغل الوزير هذا، ولا يمكن يكون هذا شغل الوزير. وفي اليوم اللي يصير هذا شغل الوزير لازم يعلن الوزير فشله، لأن الوزير مفروض أن يرسم سياسات. نعم في مظلمة واضحة في حق مواطن مهما كان موقع هذا المواطن، حتى لو بغير وزارتي، أي مواطن أحس أنه عليه ظلم مسؤوليتي أنا دافع عنه، لكن الموضوع تحت حجة الأبواب المفتوحة وأن إحنا والله ربع وكلنا اشتعوى دكتور رفيجنا وهذا، أو أكو شيء أخطر من ذلك، هيك واحد يقول لك أنا ساكن مشرف سوي لي الشغلة الفلانية. نعم. أنا أقول له ترى ما تعني شيء أنك ساكن مشرف دكتور مشرف دائرتك الانتخابية، أو يقول أنا انتخبتك يقول له ما قصرت انتخبتني ويمكن تكون اتخذت القرار صحيح أو غير صحيح، لكن أنا مضطر أعاملك مثل ما أعامل واحد في الصلابيخات أو في الجهرة أو في الفيحة أو في لأن أنت عامل مع مواطنين. فالمهم أن ما في محاولة أو عند بعض إخوان المواطنين الخلط بين عمل الوزير وبين قضية أن الوزير مجرد شخص قاعد يسوي استثناءات ويسوي كذا. بعدين أنا بضيف نقطة أخيرة أرجولي ما طولت فيها. تفضل. شتم بالمواطن الكويتي المتعفف وما أكثره، الكويتي اللي لا يمكن إذا ما أخذ حقه لا يمكن يروح يوقف على باب وزير ولا غير على باب وزير، ويعتبر هذه بالنسبة له منقصة من حقه، هذا إيش ذنبه؟ المتعفف المخلص اللي بيمشي باللوائح إنه ما يترقى، لأنه بس ما يجيك ولا ما يروح عند وكيل وزارة ولا ما يروح عند وكيل مساعد ولا ما يروح عند المدير ماله، هذا هو يكون الضحية، ويكون اللي يأخذ حقه وحق غيره هو اللي يركض من باب لبار مع أوراقه بدون وجه حق. وبعض الناس يقول خل فكنا منه بس مشى، فبالتالي أنت قاعد تظلم الإنسان المتعفف اللي ماشي على القانون واللي مو مستعد يعني يسكب ماي وجهه عند أي شخص وزير أو غير وزير، إذا ما لحق إذا لحق بياخذه، إذا ما لحق ما راح ياخذه. فمن هنا أنا أتكلم عن الأبواب مفتوحة أو مغلقة، القضية ليست أبواب مفتوحة بمعنى أن بس مجرد الوزير يتقبل أي قضية، ولا أبواب مغلقة بمعنى أن الوزير ما يوقف مع إنسان مظلوم أو إنسان صاحب. دكتور حسب مصادر البرنامج أن إلى الآن لم توقع أي معاملة بلا مانع، دكتور الواسطة تسبب لك إحراج أحيانا؟ تسبب الإحراج كثير، تسبب الإحراج كبير جدا، لكن صدقني أن الناس أيضا فاهمة وأن الدنيا بخير، وأن الناس إذا حست أن أنت ما تمشي له شيء بس ما تمشي لغيره إلا إذا لا أو الغيره حق، الناس بروحها ما تحاول أنها يعني. وأنا أعطيك مثل الفرق بين اللي كانوا راجعوني بأول أيام الوزارة والعدد اللي الحين راجعني، الحين ما يجيني واحد لفعلاً عنده حق. فأعتقد أن الأمور طبيعية والدنيا بخير، ولازم كلنا نتعاون عشان باعتبارنا مواطنين في دولة، وليس باعتبارنا فلان ولد عم فلان ولا ولد خالته ولا فلان حاجة الوزير ولا فلان ما حاجة الوزير، وإلا ما راح نقيم دولة. وإحنا بصدد أو يعني من الضروري أن نكون دولة بمعنى الدولة بكل تكلفة الدولة. دكتور خلينا نرتاح شوي معك، شو تحب تسمع تلفزيون الكويت؟ ايش قصدك يعني؟ تحب تسمع اغنيه، تحب تشوف مقطع تلفزيوني، تحب ودنا نرتاح معك ومع الساده المشاهدين. والله نشوف شيء من علي جناح التبريزي للمرحوم صقر شوت. لا يجب ان تكلمني هكذا يا عم، نحن في الهمس. واي والله شيك يا ضاعت المقامات في هذا البلد. اسمع يا ولد، لقد صبرت على طول لسانك ورفع الكلفة، ولكن يجب أن تدرك أنك مجرد نجار وأنا رجل محترم. تعني أنني لست محترما؟ أنا من الحكام يا ولد. كذاب، نهايتك جهنم.
متى كان الحكام يحبسون في الأدوار السفلى؟ لو عرفت لمت خوفا. بعد قليل ستقول إنك سيدنا المحتسب. لا قل 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 قل. وكيف عرفت أنني فعلا المحتسب؟ اخرس يا كلب. ماذا تقول يا ولد؟ أنا لم أنطق. أتغير صوتك يا نجار النحس؟ أنا أم أنت يا سعادة المحتسب؟ اكلت ابنا يا كلب. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك شخص ثالث. لا يا عفريت عفريت. لا 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 لا، إنه المحتسب. في الغرفة محتسبان؟ رحنا وطي. أفهم، ألست أنت المحتسب؟ لقد أتى ليقبض علينا الملعون، بلغت بأمرنا يا نجار. إذن أنت لست المحتسب. ضعنا يا سعادة المحتسب. نعم. دكتور، وايد نشوفك في ملاعب الرياضة وعلى المدرجات، وتشوف بالتحديد كرة القدم. دكتور، يقولون أنك قدساوي متعصب، صحيح؟ والله بكثر ما أحب القادسية بكثر ما أكره كلمة تعصب. نعم. طبعاً أنا بالقادسية من زمان، لعبت فترة في القادسية في يعني وأنا صغير شوي، والقادسية بالنسبة لي يعني نادي مفضل مثل أي واحد عنده نادي. بس إذا تكلم عن الرياضة بشكل عام، فأتمنى أن الرياضة عندنا ما تكون بس كرة قدم. إن كرة القدم مؤسف في بلدنا إن 22، دائما أنا أقول إن 22 لاعب يلعبون وعشرين ألف يأكلون بنك. نعم. هذا وضع غير طبيعي. يعني تقاس تقدم الدول في الرياضة بعدد الأشخاص اللي مارسوا الرياضة في المجتمع بالنسبة لعدد السكان، وليس بحصولهم على كؤوس. في دول تجيب كؤوس كثيرة في لعبة السلة أو القدم أو الطائرة، بس هذه مو دول فيها رياضة. دول الرياضة هي اللي أكثر قدر ممكن من الناس يمارسوا الرياضة فيها، لأن في النهاية الرياضة مي مجرد نتائج. إحنا لو نطور الرياضة عندنا التكلفة الاجتماعية راح تقل عندنا. مشكلة الشباب نقدر نحل فيها مشكلات كثيرة، مشكلة المخدرات، مشكلة وقت الفراغ، مشكلة الخدمات الصحية. الناس الشعوب اللي دائما تلعب رياضة وتتحرك هي أقل شعوب تراجع أطباء ومستشفيات وتمرض وأدوية. فبالتالي القضية مو بس مجرد مجموعة ناس يلعبون يحصلون على كأس. فلما ناخذ دورة الخليج او ناخذ في يعني نوصل الى مراحل معينة متقدمة بكأس العالم وغيرها، نقول والله احنا دولة رياضية متقدمة. هذا مو صحيح. المؤسف في الرياضة في الكويت هو التناحر، في جو غير صحي. يمكن الانتخابات الأخيرة احد الأمثلة على ذلك. اتمنى وامل ان كل القيادات الرياضية الشابة والطيبة الموجودة في كل المواقع انها تحط الرياضة اولا، وان تبعد الصراع مهما كان شكله ومهما كان لونه. لأن مشاكل المجتمع الكويتي، بعض التعصب الاجتماعي القبلي أشكال أخرى، قاعد ينتقل الرياضة، مع أن الرياضة ما لها علاقة مطلقا في مثل هذه الأمور. لهذا أتمنى أن الرياضيين عندنا يتفقون يصيرون إيد واحدة، القيادات الرياضية، لأنها حتكون ضحية ذلك هي الرياضة. وأنا أتمنى يعقد مؤتمر للرياضة في الكويت تدعى لك كل القيادات الرياضية الموجودة الآن في كل المواقع، وأن يكون في استراتيجية وخطة للمستقبل في كل شيء، ابتداء في كرة القدم اللي من يتعور اثنين من اللاعبين ينتهي الفريق، واللي قاعدين نصرف أكثر المبالغ على مدربين في كرة القدم وفي النهاية ما كثير من اللاعبين ما يعرف يتحكم حتى بالكرة، ما ندفع كل الملايين الكثيرة لمدربين أجانب يجيبهم من آخر الدنيا، أو اهتمام الناس بشكل عام بالرياضة، رياضة في المدرسة ورياضة في الحي في الفريج، يعني المضامير المفروض تنتشر في كل مكان، نفتح المدارس والمؤسسات لممارسة الرياضة بعد الظهر. عندنا إمكانيات لأن شوية نحرك الجو الرياضي، لكن أرجو أن يعقد مؤتمر الرياضة للقيادات الرياضية، وأن نصفر عداداتنا في الخلافات داخل الجسم الرياضي، وأن يكون في خطة للرياضة، وإن شاء الله يكون تشكيل الهيئة الجديدة وعلى رأسها
رياضي محترف وممتاز هو الأخ خالد، إن شاء الله تكون بداية لإصلاح الوضع الرياضي بتعاون كل الناس وكل القياديين ولا أستثني أحد. دكتور، هذه الإشادة نعتبرها أيضا تطرف للنادي القادسية، لأن خالد الحمد النادي القادسية. والله مو هذا المقصود، يعني الآن خالد الحمد على رأس مؤسسة رياضية ومؤسسة شباب، نرجو من بالنسبة لي أي واحد بالقادسية وبالعربية وبخيطانة وبالجهرة متساوين بالتأكيد. إحنا نتكلم عن ممارسة كرة مثلا، الواحد عنده موقف تشجيع موقف، لكن بالنسبة لمستقبل الرياضة أنا أتكلم عن ضرورة أن تتحد كل القيادات الرياضية وأن تحط إيدها بيد بعضها وأن ترفع مستوى الرياضة في الكويت. إذن دكتور وعزيزي المشاهد، هذه دعوة صريحة من وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور أحمد الربعي إلى الأخوة الرياضيين بالكويت عامة بعقد مؤتمر رياضي كبير يشارك فيه الجميع من أجل تصفية الأمور ومن أجل رياضة كويتية حديثة. نقدر دكتور نقول هذه دعوة صريحة منك؟ بالضبط، أنا أعتقد حان الوقت تكون في مؤتمر في بحوث علمية محكمة وجيدة، ويكون في خطط، ويكون في اهتمام بنشر الرياضة في مجتمعنا. مثل ما قلت لك، الرياضة مو مجرد نتائج، الرياضة عملية مهمة. الشعوب اللي متقدمة اليوم متطورة أغلبيتها تمارس الرياضة، تلقى الواحد عمره 60 70 سنة لكن على الأقل يمشي أو يسوي أي نوع من أنواع الرياضة. أنا يعني حز في نفسي الآن في مدارسنا ثانوية تدخلها تلقى نسبة السمنة فيها عالية جدا، تلقى الأولاد يأكلون همبرجر وكتشب وكذا لكن ما يمارسون رياضة. أنا شو الفائدة أدرس مخ الطفل بالمعلومات وهو مو مهتم حتى بجسمه يعني وبصحته؟ فبالتالي يعني احنا قاعدين نظلم مجتمعنا لما ما نهتم في موضوع الرياضة، وقاعدين نصرف كثير بالخدمات الطبية بالخدمات الصحية، وقت شباب ضايع. وانت تشوف اليوم بالكويت بعد انتهاء فكرة الفريج القديم عندنا مشكلة ان الشباب ما يدرون وين يروحون. الشباب عندنا يتجمعون عند ابواب الجمعيات التعاونية ويتجمعون عند المطاعم او يروحون في اماكن ما تدري، ما يقدر يسوي عليهم كنترول، وبالتالي قد تؤدي لنتائج سيئة. لو انك تشغل الناس في الرياضة، وانا اعتقد لا يمكن الا عن طريق نشر الرياضة في الاحياء مو بس في النوادي. النادي بالكويت مع الاسف ديوانية عودة، وروح دش اي نادي بالكويت اي نادي ما اسميه راح يقولون ايش هالطير الغريب اللي داش علينا النادي، لان نادي محدود لمجموعه من الناس هي اللي تقعد مع بعض، مع ان نادي وكبير وفي اماكن لكن ما حد يروح يمارس الرياضه في نادي الا قله قليله. يجب ان تنقل الرياضه الى الاحياء في كل حي، بدل هالاولاد ما يلعبون بالشارع وبالوسخ ان نسوي لهم ملاعب نظيفه ونخليهم يمارسوا الرياضه، يستفيدون من وقت فراغهم ويستفيدون جسمانيا وعقليا. وبالتالي انا اعتقد الرياضه قضيه خطيره ومهمه ويجب الاهتمام فيها. دكتور، انت ذكرت في بدايه كلامك عن الرياضه انك انت لعبت الرياضه في نادي القادسيه، منو من اللاعبين اللي لعبت اياهم؟ والله كنا في ذيك الايام اكثر لاعبين ناشئين، وكانوا لاعبين ما بيذكر لك الاسامي عشان انا توي قلت لك، لكن حقيقه يعني كنا كلنا صغار. فتره بعدين رحت نادي الكويت ايضا فتره قصيره، بس وانا بنادي الكويت كنت ايضا قدساوي يعني ما راح تذكر لنا. بس بالمناسبة أكو شيء يمكن ما تعرفه. نعم. أنا عمري ما كنت عضو في نادي القادسية، أنا عضو في نادي كاظمة. نعم. إذا أتكلم عن عضوية فأنا سنوات طويلة عضو في نادي كاظمة، ولم يعني أدخل نادي القادسية ولا مرة، ما شد صرت عضو بمعنى عضوية يعني جمعية عمومية في نادي القادسية، معنا ناس يعني يمكن كثير من ربع حسبون أنا عضو نادي القادسية، عمري ما كنت عضو نادي القادسية واسمي موجود في كشوف نادي القادسية. إذن إلى الآن مستمر عضويتي في نادي كاظمة؟ مع الأسف صار لها مدة ما جددت، بس أكيد لأنه مقدم هذه الاشتراكات دكتور. طيب دكتور، مدام حنا في موضوع الرياضة، من تحب تشوف من أقوال الرياضة؟ خل رايحك وريح السادة المشاهدين. والله هذا سؤال أعتقد تعرف جوابه يعني. تلعب رامي التمام، تروح الكرة إلى جاسم يعقوب، جاسم يجد حلوة، الله الله يا جاسم، الله الله يا جاسم، الله 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 يا جاسم، بيمينه بيصلحها جاسم بالزاوية. أي محمد سلطان أكثر من ما في محمد سلطان في كوريا في بالكوك. جاسم يعقوب يصلحها بيمينه بيحطها على حارس المرمى. فاول اثنين منتخب سعد الثلاثي منتخب القدس الوطني. رسل جاسم كور كور، الله يا أبو حمود. لعيب كرة معاه، لعيب يلعب بعرض الملعب، حطها براده. دكتور، بعد ما تكلمنا عن الرياضة وذكرياتك مع الرياضة وشفنا جول جاسم يعقوب، دكتور خلينا ننتقل إلى هواية أخرى من هواياتك. دكتور، من هو شاعرك المفضل؟ والله ما عندي شاعر مفضل، عندي قصيدة مفضلة. نعم. فقد تكون لدى شاعر قصيدة وتعجبني، ومو بالضروري تعجبني كل قصائد هذا الشاعر،
بالتالي أنا أحب قصيدة معينة عن شاعر معين، ولكن بالتأكيد في ناس يفرضون نفسهم غصبا عليك، لا يمكن تكلم بالشعر وتخلي المتنبي بصوب يعني. نعم. وبالتالي المتنبي بالتأكيد هو بالنسبة لي يعني الأكبر والأكثر غزارة والأكثر قدرة على التعبير. وأعتقد إن شاء الله يمكن يكون غلطان، وين ما تدور في أي قصيدة بعد المتنبي تلقى المعنى موجود عنده بشكل أو بآخر، وهو ملم، المتنبي ملم في، وهو بالأخير فيلسوف. هو بحر الشحر يعني دكتور في المتنبي. دكتور، من شعراء الحاليين؟ والله الشعراء يعني في عدد كبير من شعرائنا الممتازين، بس مثل ما أقول لك تعجبني قصيدة فأجد لشاعر قصيدة، وأحياناً الغريبة شاعر كبير يكتب قصيدة سيئة، وتجد شاعر يعني يمكن لا يكون بنفس شهرة الشاعر الكبير ولكنه يبدع في قصيدة معينة. وبالتالي أنا مع قصيدة ولست مع شاعر، وإن كان هناك أشخاص بلا شك يفرضون أنفسهم في كل مرحلة. دكتور، إحنا مدام في عالم الشعر يقال أنك أنت شاعر دكتور وتكتب الشعر. والله أنا أكتب الشعر، لكن لما أقرأ شعر الشعراء الكبار أفضل أن ما أتكلم عن نفسي كشاعر ولا أنشر، ولذلك لم يحدث أن نشرت قصيدة واحدة في حياتي لي. دكتور، إحنا مدام أيضا في الوجه الآخر ونطلب منك طلب أنك تعطينا واحدة من هذه الأشعار اللي كتبتها. مرة ثانية أقول لك صدقني ولا مرة نشرت قصيدة، ولا أعتقد أن من يعني من حقي أن أظلم المشاهد لما أقرأ الشعراء الكبار والإبداع اللي أشوفه في الشعر، فبالتالي على الإنسان أن يعرف يعني أن يتواضع في هذا الجانب. دكتور، يعني ولا بيتين من أشعارك؟ لا مو المقصود يعني أني، بس فعلا الواحد يحس بأنه يعني ما يمكن يحط نفسه بصف الشعراء مهما كان. دكتور، كتبت في الأشعار الوطنية أم الغزل أم العاطفية؟ مرة أخرى ما أريد المشاهد يعتقد أنك تسوي مقابلة مع شاعر. نعم. أنا هاوي للشعر ومحب للشعر ومقل في الشعر، ولذلك حتى لا أحتفظ في معظم الأحيان لا أحتفظ بما أكتب. نعم. دكتور، خلنا ننتقل إلى مجال آخر. دكتور، ودنا أن نسمع منك المواقف الظريفة اللي مرت في حياتك، في حياتك من جهة، ومواقف ظريفة مرت بعد توليك وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. أنا سمعت يعني من خلال جولاتنا أنك سببت إحراجات كثيرة للحراس المدارس، لأن في بداية توليك الوزارة ما كانوا يعرفونك، فاضطروا أن يأخذون صورك من الجرائد ويحطونها عند باب الغرف مالتهم عشان يعرفونك في زياراتك المفاجئة لهم. هو يمكن في شوية مبالغات في بعض الأمور، بس يعني إذا بتكلم عن مواقف يعني إذا بتسميها ظريفة وأنا أسميها حزينة، فإنك أنت تروح متوقع شيء تجد شيء آخر، أحيانا العكس. يعني تروح المدارس معينة ولا تشعر إلا بالاحترام والتقدير لناظر هالمدرسة ولوكيلها ولمدرسينها، لأن فعلا مدرسة فعلا في مستوى، وتذهب إلى مدرسة أخرى بنفس الإمكانيات فتجدها وهي مدرسة مهملة. ليس لأن ليس هناك إمكانيات، قد يكون هذا أحد الأسباب بلا شك، لكن لأن الشخص المسؤول لا يتصرف باعتباره مسؤول، فتصاب أحيانا بإحباط في بعض الأماكن، لكن يرفع معنوياتك ويشد من أزرك ويقويك هو هذول الطيبين المخلصين الكويتيين الموجودين في كل مدرسة، سواء كانوا مدرسين أو كانوا إداريين أو كانوا نظار أو كانوا وكلاء. الحقيقة قاعدين يؤدون عمل عظيم جدا، بعض المدارس الواحد يفتخر فيها، يمكن وده دائما يزورها ويشوف هالناس الطيبين الممتازين المحترمين، وأنا اللي أحب أقول الله يكثرهم، وأحب أقول للقلة القليلة إن هذه بلدكم، وإن الحكي في الوطنية والحكي في الكويت وحب الكويت هو في الأخير عمل، واللي ما يشد حيله ويسوي عمله بشكل جيد في موقعه فهو بالأخير ما قاعد يسوي شيء حق الكويت. ثم أنا دائما أحب إني يعني أذكر، ودائما طلابي أدرسهم في الصف الأول في أول محاضرة كلمة أو كلمتين، كلمة الإتقان، لأن كلمة الإتقان راحت من قاموسنا. إحنا نسوي شغلنا بس ما نتقن شغلنا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه، فالإتقان هو سر الحضارة. ولهذا تلاحظ الفرق بيننا وبين شعوب أخرى، الآخرين لما يسوون عملهم يتقنونه، يعملونه صح، يعملونه كامل،
نحن نحاول نسوي كل شيء بس ما نسوي صح وما نسوي كامل، مع أن عندنا إمكانيات وعندنا طاقات. لذلك اللي أتمنى أن كل ما أدخل مدرسة ألقى قدامي مدرسة، مع كل الصعوبات اللي أنا أعرفها وأعرف إيش كثر الناس تخاسي أحيانا من نقص الإمكانيات ومن أحيانا عدم الاهتمام، ويؤسفني شيء أكبر من ذلك في مجتمعنا يتساوى السيء بالجيد بحجة أنها عدالة. هذه مو عدالة، هذا ظلم. يجب المتميز أن نشعر أنه متميز، يجب أن نقول متميز أنك متميز أمام الناس، ويجب أن نشعر بأن إنسان قاعد يؤدي لبلده شيء. وشيء مؤسف أنه كثير من مواطنين قاعدين يعملون عمل جيد، وأنا أعطيك مثل على المدارس، ومع ذلك حتى ما حد يقول لهم شكرا. هذه حالة تثير الإحباط عند الناس عندنا. بس أحب أقول لهم لا حد يحبطكم، قاعدين تشتغلون حق بلدكم وحق ناسكم وحق أولادكم وبناتكم. وبالتالي أتمنى أني لما أدخل مدرسة إذا أتكلم عن يعني مواقف، أني دائما أجد موقف واحد هو موقف الناس اللي مشاملين عن سواعدهم يحاولون يشتغلون حق بلدهم. دكتور، المكان اللي تحب أنك دائما تقعد فيه أو الأماكن اللي تفضلها في حياتك الاجتماعية؟ والله أنا المكان اللي يعني أحبه دائما هو كبر، جزيرة كبر. فيها السكان الأصليين طيورها، سكان مسالمين، صحيح مكتظين وعددهم كبير. يعني يحزنني أحيانا لما أروح الجزيرة خميسي مع أني ألقى بعض الكويتيين يعبثون. فيها الطيور، فيها البيئة، فيها الطبيعة الجميلة. ألقى كمية كبيرة أحيانا من الأوساخ اللي يرميها الناس في وقت إحنا نتكلم عن البيئة وتنظيف البيئة، ونتكلم عن الكويت مرة أخرى، وعن عندنا بيئة جميلة، لكن قاعدين إحنا بيدنا. أجمل مكان في رأيي هو جزيرة كبر، ولما نقعد خميس مع فيها أعتقد أنها أحسن الأيام. وأنا أقول دائما ربع أن الإنسان دائما مثل أي جهاز آخر، عنده بطارية، البطارية لازم تنشحن. وأنا أعتقد إحنا نشحن بطارياتنا في المكان اللي نحبه، وأنا بطارية تنشحن في كبر. كبر مع أن أحيانا بطارية الطراد تورطنا. نعم. دكتور حداق أنت شوية تحدق يعني. نعم دكتور، خلنا نرجع شوي اللي هي دكتور أحمد الربعي وزير التربية ووزير التعليم العالي. دكتور، في جلسات مجلس وزراء، هل بالإمكان مثلا أي وزير أن يقدم الإصلاح والتغيير مثلا التطوير في وزارة غير وزارته؟ شوف، هي طبعا مثل ما تعرف المسؤولية الوزارية مسؤولية تضامنية، فوزير التربية معني بما يدور في الداخلية، وزير الدفاع معني بما يدور في التربية ومجلس الوزراء هو فريق مسؤول مسؤولية تضامنية من الناحية الدستورية عن كل أمور الدولة، ولكن كل واحد ضمن عمله أو ضمن اختصاصه. يعني أنا أعتقد أن باستطاعة الإنسان أن في هالمجتمع مهما كان موقعه، سواء كان حارس في مدرسة أو كان وزير في وزارة أو كان موظف أو كان مدرس أو كان عامل أو كان أي، المهم يؤدي شغلة. هو لو كل واحد يؤدي شغلة كانت الدنيا بخير. بعضنا يدور أعذار حق نفسه سواء كان في موقع وزاري أو كان في أي موقع آخر. نعم. وبعضنا دائما يحاول يعني يعلق عدم يعني الاهتمام او عدم او الترهل بظروف اخرى خارجه. انا احب اقول ان الوزير في الكويت على الاقل من تجربتي وهي قصيره، فريق مجلس الوزراء الان يعمل كفريق، ولم يحدث في مجلس الوزراء ان احد يفرض شيء على الوزراء. الامور تتم بنقاش حر، واعتقد ان نقاش ديمقراطي، وأعتقد هذا هو المفروض يكون في مجلس الوزراء. الوزراء ليسوا موظفين كبار، وإنما هم يعني راسمين سياسة. مجلس الوزراء في رأيي تجربتي القصيرة أيضا قصيرة جدا يرسم اليوم سياسة، والعلاقات داخل مجلس الوزراء علاقة يعني جيدة وممتازة، وهذا هو المطلوب يعني. ولا أعتقد أن هناك شيء قاعد يمنعنا من الإصلاح، ونتمنى أن يستمر هذا الوضع. إن شاء الله دكتور، نأمل ذلك. الدكتور أحمد الربعي، المواطن وأستاذ الفلسفة بجامعة الكويت، وزير التربية ووزير التعليم العالي، ما هي الأشياء دكتور اللي ودك تتغير في المجتمع الكويتي؟ علينا أن نتأكد وأن نتصرف باعتبارنا دولة حديثة، وأن نعرف أن الدولة الحديثة لها تكلفة اجتماعية ولها تكلفة سياسية، لكن علينا أن نلجها وليس هناك حل آخر. أتمنى المجتمع الكويتي أن دائما وأبدا يتذكر حجمه الحقيقي، أن لا يحاول أن يلبس لباس أكبر منه، ولا نتصرف في سياستنا الخارجية على ضوء انفعالاتنا، وإنما على ضوء واقع. وأحب أقول في هذا الجانب أن السياسة الدولية بحر متحرك ومتغير،
وعلينا أن نكون حذرين. ليس هناك أصدقاء دائمين وليس هناك أعداء دائمين. ويجب أن لا يصيبنا الوهم ونعتقد أن هناك صديق مستمر سيستمر صديقنا إلى أبد الآبدين أو عدو سيظل عدونا إلى أبد الآبدين. نحن في عالم متغير إقليميا ودوليا، علينا أن نعرف حجمنا الحقيقي وأن نتصرف على ضوء حجمنا الحقيقي. علينا أن ننجح تجربتنا الديمقراطية، وهي تجربة يشوبها بعض السلبيات بلا شك، لكن أنا متأكد بالتعاون سواء بين السلطتين أو مع الصحافة أو مع الجمهور الناخبين نستطيع أن احنا نكرس ونقوي هذه الديمقراطية. أتمنى أن تنتقل الديمقراطية من مجلس الأمة إلى الشارع، إلى حياتنا اليومية، إلى حوارنا في الصحافة، إلى مدارسنا، أن نرتقي بحوارنا وأن نؤمن بفضيلة التعدد وفضيلة الاختلاف، وأن نتفق أن احنا مجتمع من مشارب عديدة وفي توجهات واختلافات ووجهات نظر يعني عديدة، لكن الطريقة الوحيدة هي أن يعني نستفيد من هذا التنوع، نحوله إلى غنى للمجتمع. وهذا يتطلب أن ما نتداعم، دائما نحاول ما نتداعم، نختلف لما نوصل يم بعض نمشي مع بعض كأخوان متحابين. أيضا نتمنى أن مجتمعنا يلتفت شوي للتعليم. نعم، مجتمعنا يجب أن يلتفت شوي للتعليم وأن يهتم في موضوع التعليم وأن يمد يده. أيضا نتمنى في مجتمعنا أن اللي الله مغنيهم واللي الله مرهي عليهم يبدون يفكرون في المجتمع ويبدون يساعدون هذا المجتمع. الدولة لا يمكن تسوي تعليم وتسوي صحة وتسوي كل شيء بروحها، والحضارة كلها ما قامتها دول إلا في وقت متأخر، قامها مواطنين قدموا شيء لوطنهم. وأعتقد عندنا كثير من الخيرين والطيبين اللي باستطاعتهم يسوون أشياء كثيرة. أتمنى أشوف مكتبة عامة بانيها شخص، وأحب أشوف مثل ما في عندنا سلسلة مستشفيات بنوها رجال من أهل الكويت طيبين اللي الله مغنيهم، أتمنى أشوفها في كل المجالات. أتمنى أشوف رجل أعمال يبني مدرسة ويقول وزارة التربية هذه مدرستكم. أتمنى واحد يبني مكتبة في منطقة، أتمنى أشوفه يبني حديقة. إحنا مجتمع بدون ضرائب، فنبي تقدم ضرائب على الأقل بدون قصر بدون قانون، رغم أني أتمنى أن اليوم يكون في الكويت ضرائب تصاعدية. الطموحات كثيرة، لكن كل اللي أتمنى أن إحنا نفكر بعقلية القرن القادم ونتذكر أن العالم ما يرحمه، وأن الصغير دائما لازم يدفع ثمن، ولهذا لازم يتصرف باعتباره صغير بالمعنى السياسي لكنه كبير بالمعنى الحضاري، وأن نتحول إلى يعني مركز إشعاع في هذه المنطقة من العالم. طبعا مع أمنيات أخرى كثيرة على رأسها موضوع الخليج، أن نجد أن دول الخليج أصبحت دولة مترابطة ومتراصة وقوية لتحمي أنفسها ولتبني مجتمع متقدم. وطموحات الإنسان طبعا لا تحدى حدود، لكن يعني هذه باختصار بعض المسائل. دكتور، ايضا احنا لنا طموحات كثيره مع وزير التربيه ووزير التعليم العالي الدكتور احمد الربعي. دكتور، سؤال اخير. دكتور، انت صاحب التصريحات الناريه واعلنت اكثر من مره ان قبولك وزاره التربيه ووزاره التعليم العالي مرتبط ببناء الحرم الجامعي، وفي حاله عدم بناء هذا الحرم ستقدم استقالتك. البعض دكتور يفسر هذا التحدي هو خط رجعة للدكتور أحمد الربعي في حالة فشله في وزارة التربية بتقديم استقالته. أخوي خالد، يمكن يكون في شيء من ال شو نسمي يعني التبسيط إذا فهمنا الأمور بهذه الطريقة. أنا اليوم مبنى الجامعي طموح مهم وراح يصير، والكل مهتم فيه، سمو الأمير مهتم في هذا الموضوع وأنا أتحدث معه في هذا الموضوع، مجلس الوزراء مهتم وشكل لجنة وزارية للعمل مو للاجتماعات لموضوع الحرم الجامعي. بناء الجامعة ليس فقط الحرم الجامعي، بناء الجامعة بناء مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، بناء مناهج، بناء أستاذ جيد، بناء طالب جيد. والهم الأكبر ليس فقط التعليم العالي، الهم الأكبر والأعظم هو التعليم العام، لأن مخرجات هذا التعليم العام إلى رابعة ثانوي هي اللي راح تضخ سواء في التعليم التطبيقي أو في جامعة الكويت. الأساس هني الأساس من روضة الأطفال ومن الابتدائي ومن تصاعد لما نوصل لرابعة ثانوي ونقول عندنا مخرجات تعليم جيدة. كلمة استقالة، الحقيقة العمل في هذه الظروف مع كل صعوباته هو نوع من الواجب الوطني. بعض الناس يعتقد ان كون الانسان وزير هو نوع من يعني بنسمونه برستيج او نوع من يعني
الشغلة الكبيرة فلان وزير يعني. الناس ما تعرف شنو وراء هذا الموضوع. الناس ما تدري إيش كثر الوزير اللي يبي يشتغل مهموم، وإيش كثر قاعد يقضي وقت كل يوم، ومتى يطلع من مكتبه كل يوم، وشنو وراء من مسؤوليات، وشنو وراء أحيانا من إن البعض ما يبي يعني يعني يصعب عليه إنه تمشي الأنظمة والقوانين. ترى العمل الوزاري في الكويت عمل مكلف جدا وصعب جدا، وأنا معلوم يعني كثير من الناس اللي يقول لك أنا والله ماني مساعد أدخل وزارة إذا كان هذا هو السبب، لكن كلمة استقالة ما أعتقد أنها كلمة قاعدة تستخدم بطريقة خاطئة. أنا عندي مهمة يجب أني أديها وراح أديها، وراح أعمل المستحيل للنجاح، وأنا إذا مصمم على شيء فمصمم على النجاح. ليس أمامي اختيارين، أنا ما أنظر اختيار فشل ونجاح، أنظر اختيار واحد هو النجاح. وإذا عندي قائمة بالاحتمالات فمن 1 إلى 10 كلها نجاح، ومتأكد راح أنجح لسبب أني ماني بروحي. طيبين والخيرين في حقل التعليم سواء في وزارة التربية أو في المدارس أو في المجتمع حاطين يدهم بيدي، وإحنا بننجح كلنا مع بعض. هذا تحدي اجتماعي مو تحدي فرد، وأكثر مرة قلت التعليم مو مسؤولية بطل وفرد ووزير، هي مسؤولية المجتمع كله، وأنا متأكد راح أنجح لأن مو أنا بروحي قاعد أشتغل، ولأن الروح اللي معاي هي روح عالية، روح كويتية وطنية، أنا متأكد لا تقبل إلا النجاح في حقل التعليم. دكتور نتمنى لكم إن شاء الله النجاح، ونتمنى إن شاء الله تحقق جميع طموحاتكم وطموحات المجتمع الكويتي اللي هي طموحاتنا من أجل بناء كويت أفضل، كويت المستقبل إن شاء الله. دكتور إحنا شاكرين لك على هذا اللقاء، وشاكرين لك إن أخذنا من وقتك الوايد، وشاكرين أيضا إن أخذنا الوجه الآخر لحياتك وطموحاتك وهواياتك الكثيرة. شكرا دكتور على هذا اللقاء. مشكور جدا. اسمك عزيز المشاهد، نشكر معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور أحمد عبد الله الربعي على هذا اللقاء، ونأمل أن نكون قد أعطيناك صورة واضحة للوجه الآخر لحياة الدكتور أحمد الربعي. عزيز المشاهد، كن معنا في حلقة أخرى من برنامجك الوجه الآخر. إلى اللقاء.